أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بكم النهاردة في فيديو جديد معايا عن توقعات الأبراج. أنا مريم. توقعات التلاتة الموافق 6 يونيو، 6 حزيران، 6/6/2023. هيتم اختبار كل إيمانك في اليوم ده واللي هتعرف تستجيب من خلاله كل الأشخاص اللي حواليك لمصيرهم، لقراراتهم وأفعالهم، حتى لو كان بيتطلب منهم شؤون مهنية تجارية في المقام الأول واهتمامات مختلفة. هيحصل غلط وإغفال النهاردة غير صار بالنسبة ليك، في مواقف غير حلوة ممكن تبقى بتأذيك وبتأذي الأشخاص اللي حواليك. لازم تتوخى الحذر أكتر في أي نوع من أنواع المستندات والدفع والعقد اللي بيبقى متعلق بأي شكل من الأشكال المالية. خيبة الأمل والتجارب في الحب هتجيب ليك النهاردة هموم كتيرة جدا. هتميل النهاردة وبكرة انك تشوف حاجات كتيرة جدا في حياتك وتفهمها بشكل اكتر وضوح. ممكن بسهولة تحس بكل اللي بيفكر فيه الاشخاص اللي حواليك وتحكم عليه بسرعة على اي موقف هيبقى بينشأ ليك. هتميل لك تحكم اكتر على كل موقف بحكمة، خاصة لما بيبقى بيطلب منك انك تاخد قرار. خلال اليومين دول هتختار بعناية اشخاص بيتواصلوا معاك بشكل كبير في موضوعات بتشوفها. هتختار بعناية النهاردة الأشخاص اللي انت حابب تتواصل معهم واللي حابب تكون معهم صداقات جديدة أسهل بكتير من قبل كده. هتكون أحلامك وذكرياتك كلها حية. هتجيب ليك اجتماعات كتير مع أفراد أسرتك وعندك تناغم حلو جدا مع النساء. هيعيد شحن عاطفتك بشكل كبير جدا، بس لازم تبقى جاهز لكل الحلول اللي ممكن تظهر ليك انت مش مستعد ليها قبل كده. هيقضي القمر يومه في برج الجدي وهنبقى بنسعى جاهدين عشان نزيد اكتفائنا الذاتي. هنبقى مواجهين كل ده نحو اهدافنا بشكل مش عارفين نصدق وندركه بشكل خاص. كل مسؤولياتنا وادائنا وحكمتنا السليمه، كل امورنا العمليه تبقى محور تركيز كبير لينا. هيدفعنا الجانب الابداعي من كوكب الزهره. كوكب الزهره وزحل في مناوره كتير في تخطيط بدقة. هنبتدي نظهر كل مصداقياتنا وولائنا من خلاله. وبكده بنكون وصلنا لآخر الفيديو. لو عجبكم ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه مشتركتوش ياريت تشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل فيديو جديد معايا. أنا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.